فوتك بعافية يا زين. مع السلامة يا شعب. خلي بالك على نفسك. وده شعبان. اهلا 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 سعادة الوكيل. الحمد لله على سلامتك. كنت فين؟ في المقر الصيفي بتاعك؟ ايوه كنت في المقر الصيفي بتاعي، وكنت مدلد الرجلية الشمال في الميه. زينب بعتت لي تيليكس، عارف انت التيليكس؟ قالت لي الولا الوكيل زعلان. زعلان ليه يا ولا؟ ولد ما تبرقليش ولا تجزلي على اسنانك، ده احسن اخدك باللوكش على وشك. انت بيخوفوا بك العيال. انت مرفوض. وانت كمان مرفوض. حد يلبس جرافاتة زي دي يا راجل؟ كترفت في مفاصلك. امشي امشي يا ولد، انت مرفوض. كترفت في مفاصلك، روح يا شيخ. اتفضل يا فريد بيت، اتفضل اتفضل البيت بيتك. محاسن محاسن. ايوه اهلا. الحمد لله على السلامه. اهلا وسهلا. اهلا 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 وسهلا. اختك ست ظريفه قوي، باين عليها نريمان هاني. دي شغاله. شغاله؟ ودي مش ثابته ولا زهورات؟ خد الشنط وحضري الحمام. بلاش الشنطه دي، مالكيش دعوه بيها خالص. طيب انا هسيبكم بقى، وبكره الصبح هاجي لك. اوكي، مع السلامه. باي 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 باي. تعالى بقى اما اوريك وقتك. استحمى، تاخد دوش، تغير هدومك، تستريح، وحضر لك العشاء. اغير هدومي؟ اغير هدومي. الحمام جاهز يا فندم، اي خدمه؟ لا متشكر، متشكرين قوي. شكرين قوي قوي قوي. أنا ما بشربش الحاجات دي. اشرب، دي حاجة بسيطة لفرفشة بس. أنا خايف لا تقلب بغم. ما تخافش، طول ما أنا جنبك مش هتقلب بغم أبدا. اشرب. ما تقدرش تتصور أنا سعيدة بيك قد إيه يا فريد. قصدي من يوم ما شفتك وانت عاجبني. ده كباب؟ كباب ده؟ اه. اصلي من يوم ما طلقت جوزي وانا عايشه لوحدي. وحضرتك اللي طلقتيه؟ اه. عينيه كانت زايغه، مع ان كل اللي يشوفني يقول لي مفيش احلى من كده. وانت رايك ايه؟ انا بس خايفه تنزل لك اللوز. ما تخافش، من يوم ما طلقت جوزي وانا عايشه في البيت ده كله لوحدي، مش لاقي الراجل اللي يملاه عليا. ربنا يوفقك ويرزقك بين الحلال. لو لقيته انا عبديه بعناية. حلو قوي اللحمه دي من كام الكيلو؟ اسمع يا فريد، انا عايزه اقولك على حاجه مهمه قوي. خد بالك من عبد الجواد والعيله كلها، دول ناس طماعين قوي. لا ما تخافيش عليا، بس هي ده اللحمه دي بتلو بتلو. فريد. نعم. انا شايفاك مش
مش مستريح في القعده. تحب اشيل لك الشنطه بمعرفتي؟ لا ده انا مستريح قوي. حد يبقى قاعد على 3 مليون ومش مستريح؟ مش مستريح قال. انا هدخلك دنيا حقيقيه، هخليك اسعد انسان. انا عايز انام. تعب يا حبيبي. مش كده؟ بس اللحمه دي هايله متلو. تصبح على خير يا غادة رشيد، ربنا كتر لنا من لحمكم. هكون دمرتها لك، وبالمرة هجيبها لك جاهزة مفروشة بالسرعة دي.